أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إسرائيل تفرج عن 39 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر مقابل الإفراج عن 13 أسير إسرائيلي من قبل حركة حماس ضمن صفقة تبادل الأسرى. قوات الأسد تستهدف بالمدفعية الثقيلة قرية الفطيرة وأطراف بلدة معربليت بريف إدلب الجنوبي وفق مراسل حلب اليوم. مقتل هافال أبو جوان مسؤول مكتب عوائل المقاتلين في مجلس منبج العسكري التابع لقسد جراء استهداف سيارته في حي الغسانية بمنبج من قبل مسيرة تركية. مسلحون من أبناء العشائر يستهدفون مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق أبو حردوب والشحيل بريف دير الزور الشرقي أمس الجمعة. المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يورو للأشخاص الأكثر ضعفاً في سوريا ولبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون واللبنانيون. ارتفاع كبير في إيجارات المنازل بدمشق ليصل بعضها إلى ما يقارب 10 ملايين ليرة سورية، وبنسب زيادة تراوحت بين 300 و400% وفق موقع صوت العاصمة المحلي.